جديدة جديدة ساعة شهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم الجميل على قناتكم الجميلة، قناة الصحة والجمال. النهاردة حلقتنا تختلف عن كل الحلقات اللي فاتت وعن كل الحلقات اللي جاية. النهاردة معانا ذكرى جميلة وروح طيبة هنتكلم عنها النهاردة، خلافة بقى عن أنا هتكلم عن شيف له باع في البرامج التلفزيونية أو المحلات اللي اشتغل فيها أو السيرة الذاتية للشيف من خلال عمله. أنا عايز بس أوصل للناس كلمة بسيطة، خلافة عن أي شيء بيعمله الإنسان في حياته أو في عمله، الأخلاق والأدب والاحترام هو اللي خلاني أعمل الحلقة الخاصة ديت وأخصص حلقة من برنامج ساعة شهية عن هذا الشيف. الشيف اللي ملأ الدنيا ابتسامة، ما طلعش في يوم على شاشة إلا وهو مبتسم، ما كلمش حد في يوم إلا وهو مبتسم، كان يدعم الكل. ولا أنسى بداية ساعة شهية على قناة الصحة والجمال منذ 8 سنوات، وجاء لي في أوائل حلقاتي في البرنامج ودعمني بكل قوة وبكل حب وبكل روح طيبة وبكل يعني أخلاق وأدب. طيب أنا مش عايز أتكلم كتير وتعالوا ندردش عن الشيف أدري حلواني العرب. فالنهاردة حلقتنا خاصة جداً خاصة جدا عن الشيف أدري حلواني العرب، ويسعدني ويشرفني يكون معايا ثمرة من ثمرات الشيف أدري، ألا وهي بسنت أدري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتيني. حضرتك المنور. أنا سعيد جدا جدا إن أنت معايا في البرنامج، الريحة الطيبة من ريحة الناس الطيبة. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. ده أول ظهور ليك. أول ظهور. طيب أرحب بأحمد وبعد كده نرجع ندردش مع بعض عن حياة الشيف أدري. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيف. حبيبي ربنا يخليك. شيف أحمد أنت منور الدنيا. بنورك ربنا يخليك. أنا سعيد جدا إن أنا معاك. حبيبي يا شيف. وأنت إضافة للبرنامج. شرف ليا ربنا يخليك. وإحنا يعني في قمة السعادة كل أسرة البرنامج وكل القناة إن إحنا نتكلم عن عالم من أعلام فن الحلويات. ربنا يخليك. إحنا النهاردة حلقتنا خاصة عن الشيف أدري حلواني العرب. إن شاء الله. وطبعا محدش هيقدر يكلمنا عن حياة الشيف أدري أو عن مشواره وكفاحه في البرامج وفي عمله وفي حياته الخاصة إلا بنته بسنت، وعن عمله ورحلته في العمل إلا المساعد الخاص بتاع الشيف أدري أحمد. بالزبط. حبيبي ربنا يبارك فيك. أنا عايزك بقى قبل ما أروح لبسنت ونتكلم عن حياة الشيف أدري الخاصة، نشوف ونقول للسادة المشاهدين احنا شغالين النهاردة بايه؟ بمقادير الشيف أدري. الشيف أدري. بالزبط. تمام. انت اخترت قلت ثلاث وصفات سهلين هقدمهم للمشاهدين، هعمل منهم وصفة ونتكلم عن الوصفتين التانية. فهنعمل ايه النهاردة بمقادير الشيف أدري؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل البسبوسة. تمام. تمام. وهنتكلم عن بلح الشام والدونتس. الدونتس وبلح الشام. وبلح الشام. وهنعمل البسبوسة. البسبوسة طبعا كل دي يا جماعة مقادير الشيف أدري. احنا خصصنا الحلقة النهاردة عشان تبقى بمقادير الشيف أدري، وان شاء الله عندنا مفاجآت كتير جاية، بس هنقولها بقى ايه بعد ما ندردش مع بعض ونعرف ايه دنية الشيف أدري وايه حياة الشيف أدري. طب نقول لكده السادة المشاهدين اول مقادير عندنا مقادير البسبوسة عشان نشوفك تشتغل فيها، ونروح نتكلم مع بسنت ونرجع تاني. نبدأ بالبسبوسة. مقادير البسبوسة. انا كاتب اول حاجه المقادير بالجرام. الله يرحمه الشيف ادري كان بيحب يشتغل بالجرام. كلمني بقى على التكات بتاع الشيف ادري. الشيف ادري كان من وجهه نظره انت حاجة. الوحيد اللي تعرف المواضيع دي يعني. كان من وجهه نظره حاجه، ميزان الجرامات عامل 60 70 جنيه في السوق. تمام. فقال انا هجيب ميزان جرامات مره واحده، لكن هعرف اشتغل عليه وابني عليه حلويات كويسه ومظبوطه. ممتاز. احسن بالكوبايه. لو انا اشتغلت مثلا بكوبايه، عندي كوبايه ايه الحجم ده وفي مثلا كوبايه الحجم ده. تمام. الناس كلها بتبقى متلخبطه في ايه الكوبايه اللي انا اشتغل بيها، فقال لا احنا نشتغل بالمقادير بالظبط بالجرام. بالجرام. وقال الكوبايه برده هو شرحها قبل كده في حلقه، هي دي الكوبايه لو هنشتغل بالكوبايه. دي الكوبايه الستاندر اللي حد يسالك على كوب هو الكوب بالظبط كده. فانا هنا كاتب المقادير برده من الاثنين.
تمام، يعني هو الشيف أدري كان أول حاجة علمك فيها النظام. علمني جرامات. قال لي ما تشتغلش كوباية. النظام. جرامات. أي حاجة نظامية ناجحة. بالظبط كده. تمام، نقول مقادير البسبوسة. نقول مقادير البسبوسة. عندي 500 جرام من السميد، بيع 3 كوبايات بالظبط من الكوباية دي. تمام، يعني تمام؟ نص كيلو. نص كيلو. نص كيلو. نص كوباية سمنة 100 جرام. تمام؟ وعندي 250 جرام سكر كوباية وربع. تمام؟ وعندي 100 مل عسل جلوكوز. تمام. 3 معالق كبار. تمام. و 50 جرام جوز هند نص كوبايه، 150 مل لبن كوبايه ولا ربع. تمام. وعندي للتزيين لوز او المكسرات المتاحه، زبيب اي حاجه، جوز هند. تمام. ما فيش يعني مش موجود المكسرات، اشتغل من غير المكسرات؟ لا عادي، ما فيش مشكله. دي اضافه المكسرات. دي اضافه، دي هو إضافة. الاساس تمام. عندي دول السمنه والسكر جوز الهند اللبن والجلوكوز والسميد، ده الاساس بتاعي، اي حاجه بعد كده اضافه. تمام. وطبعا في تكنيك للمقادير، ايه قبل ايه ده هنشرحه. ده اللي هنشتغله بالظبط. نقول المقادير مره ثانيه. نقول مره ثانيه. 500 جرام سميد 3 كوبايات، 100 جرام سمنه نص كوبايه، كوبايه وربع سكر، 250 مللي 250 جرام، 3 معالق كبيره عسل جلوكوز 100 جرام، ربع كوبايه جوز هند تقريبا 50 جرام، و150 مللي لبن كوبايه الا ربع. تمام. طيب اسيبك بقى تشتغل يا احمد. تمام. نقول الاول هنعمل ايه. اول حاجه انا هدفي اللبن هنا. تمام. وادردش بقى مع بسنت شويه. طيب. وسيبك تشتغل وارجع ماشي. أقول ونقول عملنا ايه. عملنا ايه. تمام. تمام. بسنت انت منوره الدنيا. ربنا يخليك. منوره بسنت قادر. ربنا يبارك فيك. اول ما شفتك قلت الشيف قادري قدام. انت فيكي شبه شبه جدا من الشيف قادري، حتى سبحان الله ورثه الابتسامه بتاعته. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. عايزين بقى نتكلم عن حياه الشيف قادري كحياه بقى خاصه، بقى بعيد عن الشغل وحلواني العرب والناس عارفينه بقى ايه عن طريق التلفزيون والبرامج وكده. نشأته. هو بقى اصلا اتولد في المنصوره. الشيف قادري من مواليد المنصورة. شربين المنصورة. بعد كده اشتغل في القاهرة وكان لعيب كورة. نقلته من نقل هو لوحده او مع بابا من المنصورة للقاهرة. كان لعيب كورة هو في الاول، كان حارس مرمى. عايز حابب اسال على حتة لعيب كورة بدايته كانت لعب الكورة. طب ايه يعني نقلته بقى هو الاول كان حارس مرمى اول ما ابتدى. بعد كده اتنقل، يعني قعد فترة يلعب في كذا نادي، الحديد والصلب والمنيا ودمياط، وبعد كده اتنقل خلاص غير اتجاهه خالص بقى اشتغل في مجال الحلويات. كان في سبب معين؟ لا ما كانش في سبب، عادي كان هو خلاص حب ان هو يتجه للحلويات. يعني تغيير مفاجئ من لاعب كورة لحلواني. لا عادي تغيير. هو لقى نفسه اكتر كمان في مجال الحلويات. تغيير. هو لقى نفسه في مجال الحلويات. انا اعرف يعني ان الشيف قادري بفضل الله، يعني على ما سالت حضرتك عن حياته وعن نشاته كده، ان هو ناجح من البدايه. هو كان ناجح اصلا. لا وكان ناجح في حرس، كان ناجح حتى في لعب الكوره كان ناجح. والتغيير هو اللي غير. لوحده يعني بارادته. غير بنفسه. بارادته. بعدين اتجه لمجال الحلويات، سافر بره في كذا دوله عربيه اشتغل فيها. تعرفي بدا ايه حلويات في اي مكان؟ اشتغل الاول. بدا كان هو يعني اشتغل في مكان ايه في بلد القاهرة. لا في بلد عربيه بره. هو سافر بقى. يعني نشأته في كذا بلد. وبدايه الحلويات كانت بره مصر مش في مصر. لا مش في مصر، كانت بره مصر. سافر كذا بلد عربيه منهم السعوديه ولبنان والعراق وليبيا، كذا بلد عربيه يعني. بس بعد كده رجع مصر برده واشتغل بقى هنا في مجال الفنادق. غاب كتير بقى بره مصر. قعد سنين كتير في يعني الأول. انا اعرف كان بيتنقل افضل البلدان اللي كان بيحب بيروحها كان السعوديه. هو اطول فتره قضاها وراحها تاني، سافرها تاني بعد ما احنا كبرنا كمان، بعد ما اتجوز وسافر السعوديه وقعد فيها 10 سنين. 10 سنين في السعوديه. كان بقى كل حياته كانت هو كان بيحب السعوديه قوي. كان بيحب السعوديه جدا. هو ده دائما. طيب ناخد اول اتصال معانا ونرجع ندردش تاني. شيف قادري ام اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اسلام ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك لك. انا بحييك بجد وبحيي القناه الجميله اللي كان فيها الشيف قادري الله يرحمه. اخر حاجه اشتغل فيها الشيف قادري قناه الصحه والجمال. ربنا يبارك لكم كلكم. وفعلا انا بحييكم وبحيي اداره القناه ان هي فعلا بتحيي ذكرى الشيف قادري. شيف محترم زي ما حضرتك قلت، يمكن على المستوى الميديا كلها اصدق شيف، أصدق شيف بجد في مقاديره في كل حاجة.
المقادير فعلا زي ما احمد عادل الله يبارك له قالها، قال انه فعلا انه مقادير الحلويات بالذات لازم بالجرامات، انما لما هنشتغل بالكوبايات المقادير ممكن الصنف كله يبوظ مننا، لكن مش هنقدر يعني الميزان هنجيبه مره واحده، لكن المقادير هنقدر يعني لما تبوظ مننا هنكررها على طول على طول. ففعلا هو علمنا ان احنا نمشي ازاي نعمل الاصناف بالجرامات، الله يبارك له ويحسن اخرته يا رب. علمنا كتير، شيف محترم، اخ غالي بجد، يعني انا مش عارفه اتكلم اقول ايه عنه. انا بحيي فعلا بسن وبقول لها بسبوسه تعيشي يا رب كده وتحيي ذكرى بابا دايما. انت حبيبتي يا فندم، ويا رب كده تكوني دايما معانا على طول. انت فعلا حته جميله وقطعه جميله منه يا بسنت، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويبارك لماما واخواتك عمر بجد وشهد، ربنا يبارك لكم كلكم. بحييكي، ربنا يخليكي حبيبتي والله يرحمه شيف ادري، الف رحمه ونور عليه. حبيبتي انت اللي جميله، وشكرا لك تاني مره يا شيف رائد ان حضرتك فعلا احييت لنا ذكرى جميله زي كده، احنا عمرنا ما هننساه، عمرنا في حياتنا ما هننساه. ربنا يخليك ويخلي اداره القناه. الشيف قادر في قلوب الجميع، ربنا يغفر له يا رب ويرحمه ويجعله من اهل الجنه ان شاء الله، ونحسبه كذلك ولا ازكيها على الله، فهو كان يعني اخلاقه عاليه جدا. وشكرا ليك يا ام اسلام على المداخله. حد احنا بنعشقه يعني، ربنا يبارك فيها ما شاء الله، شكلها متابعه جدا جدا لحد دلوقتي على المستوى الشخصي، هي معانا على طول ما شاء الله، هي شكلها متابعه حتى المقادير الشيف قادري، فهي قالت لاحمد انت وليت المقادير، هي بتعمل حتى كل حاجه على مقادير بابا بالظبط يعني. طيب نروح لاحمد نشوفه عمل ايه ونرجع. اخبار البسبوسه ايه معاك يا احمد؟ انا هنا اول حاجه عملتها دفيت اللبن مع العسل الجلوكوز تدفئه، اسيح العسل بس. اه تمام تمام. هي البسبوسه يعني بسخن اللبن شويه بدفيه يدوب معاك بالظبط. البسبوسه بتتقسم لثلاث مراحل، اول حاجه باخد السمنه والسكر. المراحل دي طريقه الشيف ادري، طريقه الشيف ادري تمام. اول حاجه عسل وسكر تمام تمام. بعد كده ادفي اللبن مع الجلوكوز تمام. انا قلبت هنا اهو بسبوسه كويس لحد ما السكر يدوب معايا تمام. بعد كده هضيف جوز الهند، هضيف جوز الهند تمام تمام. طيب ناخد اتصال ونرجع تاني يا شيخ احمد. اتفضل احمد. اهلا وسهلا يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ الله يبارك فيك، اتفضل. انا اول حاجه بشكر قناه فعلا، وعاوز اقول للشيف اللي عندك ده احمد عادل ده يعني مش عاوز اقول لك يعني مش عاوز اقول لك يعني نفس النظام اللي كان ماشي عليه الشيف. ربنا يخليك يعني صراحه يعني ادب واخلاق وامانه، ربنا يخليك. عملت معاه فعلا يعني، وعنده ولاء يعني مش يعني انا مش عارف اتكلم يعني، ربنا يخليك والله العظيم. امانه قول بقى زي ما تقول يعني فعلا ماشي على منهج الشيف قادر بالظبط. والله كلنا مش عارفين نقول ايه، ولكن يعني ما تيسر لنا يعني. لا لا بشكر القناه وإدارتها وبشكرك يا شيف راضي جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا احمد. تسلم. ربنا يخليك. تمام والله يعني ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. واحنا يعني دي اقل حاجه بنقدمها للشيف قادري، يعني حاجه بسيطه جدا يعني ان احنا نتكلم عن الشيف قادري. احنا لو عايزين نتكلم عن الشيف قادري وعن حلويات الشيف قادري وباع الشيف قادري في كل القنوات يعني عايزين حلقات كتيره، ولكن يعني على قدر استطاعتنا يعني دي حاجه بسيطه يعني ان احنا نذكر بيها الشيف قادري. نرجع للبسبوسه احمد. بعد ما ضفت الجوز الهند مع قلبته مع السمنه والسكر كويس، هضيف اللبن مع الجلوكوز تمام. لو تلاحظ يا شيف كده ايه مفيش جلوكوز معايا هنا، خلاص داب كده اللبن. داب في اللبن هذا هو. بس انت طيب ونرجع لك تاني، كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن ان هو الكوره والحلويات. معلش بقى يعني احنا جالنا اتصال تاني، كتر الاتصالات محبين الشيف قادري كتير، فهناخد روان ونرجع لك تاني يا بسنت. روان ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ربنا يبارك فيك، اتفضلي. انا اشتغلت مع احمد بصراحه من فتره في الاعداد، فيعني ربنا يوفقك بجد يا احمد. ربنا يخليك يا روان. روان من الناس اللي انا اشتغلت معاهم في احد القنوات، انسانه محترمه جدا وشاطره جدا وعلى المستوى المهني فعلا ليها مستقبل كبير فعلا. ربنا يبارك فيك. تسلمي يا روان، ربنا يخليك. امورينا.
معلش حاولي لو عندك اي حاجه عايزه تتكلمي فيها عاودي الاتصال مره ثانيه. نروح لبسنت ونقول ان الشيف ادري ساب الكوره بعد ما كان نجح في الكوره طبعا مفيش اي مشاكل وكان حارس مرمى. انا دخلت على الصفحه بتاعته وشفت فعلا صوره وهو حارس مرمى وهو بيلعب كوره. بعد كده اتجه بقى سافر بلدان عربيه كتيره وكانت احب البلاد ليه السعوديه زي ما انت قاعد فيها 10 سنين تعلم فيها غير ال 10 سنين كمان قاعد فيها فتره قبل يعني في البدايه وبعد كده رجع لها تاني يعني يعتبر سافر كتير من الدول العربيه ولكن الاستقرار كان في السعوديه. اخر حاجه سافرها كانت السعوديه 10 سنين كان السعوديه. وانا تقريبا لما كنت اتقابلت مع الشيف أدري قناة الصحة والجمال هنا قديما أول ما بدأنا برنامج ساعة شهية ولما جه عمل معانا برنامج هنا حلواني العرب برضو كانت آخر البرامج له على الشاشة هو برنامج حلواني العرب. بالمناسبة أنا عايز أسأل على اسم حلواني العرب بس بعد لما أقول إن أنا قلت له قال لي أنا ليا رتم خاص في السعودية فكان الموضوع هو كان بيهرب من السؤال بس عرفت كده يعني بصيغه غير مباشره ان هو حابب السعوديه عشان الحرم المكي والمسجد النبوي. هو كان حياته كلها هناك في الحرم وفي المسجد النبوي. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب فيكي ويرحم شيفنا الشيف الخلوق الجميل الشيف ادري. لسه هكمل مع سيف بعد التليفون. اسماء اهلا وسهلا بحضرتك. الو الو اتفضلي. الو الو انا معاك سامعك. وطينا التلفزيون شويه. اتفضلي اتفضلي انت على الهوا اتفضلي. اه اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي معاك. السلام عليكم. انا بشكر حضرتك والله على الحلقه الجميله دي. ان انتوا افتكرتوا الشيف الجميل اللي هيفضل طول عمرنا فاكرينه وطول عمرنا ماشيين في شغلنا على خطوات الشيف ادري. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك. معلش حاولت تتصل بينا تاني من ضغط الاتصالات. معلش معلش نكمل بقى يا بسنت. اوعى تقول لي اتصال تاني. طب اكمل مع بسنت كلمتين. طيب ايوه قصه حلواني العرب لما لق بالشيف قادر بحلواني عشان هو سافر. طيب ناخد شيماء ونرجع تاني. اهلا وسهلا يا شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك. تمام ازيك يا بسبوسه عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا شوشو انت عامله ايه؟ اتفضلي مع حضرتك. انا مدام شيماء انا اخت الشيف ادري. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بحضرتك ويسعدني طبعا مداخله لحد كان مش عظيم في الحياه موضوع الحلويات بس وكشيف عظيم. هو كان عظيم في بيتنا وفي حياتنا وخساراتنا كانت كبيره جدا جدا فيه يعني وكانت فاجعه ربنا يعني لحد الان ربنا يصبرنا عليها. الحمد لكن لله الحمد لله معوضنا في ولاده زي ما انت حضرتك شايف بسنت زي القمر اهي وشبه باباها وكل اخواتها كمان شكل باباهم. ربنا يعوضنا فيهم خير يا رب. ربنا يبارك فيك. ادري كان حياته جميله ويستاهل فعلا الناس تفتكر لحد دلوقتي والذكريات تبقى في قلوب الناس كلها. هو خدها زي ما هي قالت لك كده من لاعب كوره لغير كل الكارير ده كله راح للحلويات وما شاء الله سافر دول عربيه كتير واثبت نجاحه في كل مكان واثبت في قلوب كل واحد شافه حب وذكرى طيبه. فانا مش هقدر اقول طبعا اكتر من اللي انتوا كلكم حاسينه من ناحيته وكلكم عشتوه فتره بسيطه وحاسين بايه فاكيد انتوا عارفين احنا برضه كمان حاسين بايه بفقدانه يعني. فربنا يرحمه ويغفر له ويعوضنا في ولاده خير. هو كان حد طول عمره محترم كان سايب ذكرى جميله في كل القلوب الحمد لله. حكاياته كلها خير وفخر لينا ولولاده. ربنا يرحمه يا رب ويعوضنا في ولاده خير. وبشكر حضرتك جدا على الحلقه الجميله دي ان انت حضرتك رجعت تاني تتكلم عن الشيف ادري والناس تفتكره واتمنى الناس ترجع تشوف فيديوهاته لان للاسف فيديوهاته كتير اساسا راحت من على اليوتيوب وانا طبعا دي برضو بنشوف حضرتك تتكلم فيها فاتمنى الناس كلها ترجع تاني تشوف فيديوهات وتشوف كل وصفاته. وبشكر احمد جدا شكرا. دايما فاكره بالخير ربنا يخليك يا رب. شكرا ونتابعه في كل حاجه وبينفذ كل حاجه اتعلمها من الشيف ادري اكيد ان شاء الله. احنا عندنا ان شاء الله عندنا مفاجاه ان شاء الله بس هنقولها في اخر حلقتنا هتبقى خاصه جدا بالشيف ادري بس انت هتعلن عليها ان شاء الله في اخر حلقتنا باذن الله. وشكرا ليكي ما شاء الله. يعني انا سعيد جدا جدا
باهل الشيف قادر ان هم تواصلوا معايا. والله يا ربنا يبارك في حضرتك. معانا شيف احمد عاشور. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيفنا عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك حبيبي. ربنا يبارك فيك. تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج وعلى حضرتك الجميله، وبمسي على الاستاذه والشيف احمد الجميل بشغل جميل ده والله. ربنا يبارك في حضرتك. هل هل لك معرفه بالشيف ادري؟ طبعا انا قابلته مره قبل كده عن قرب. بجد كان اخلاق ومحترم جدا، والدليل اللي كل شيفات مصر بتحبه يعني الله يرحمه بقى. افضل كلمه قلتها لما سالتك انت تعرفه، قلت لي الدليل ان اخلاق الشيف ادري ان مفيش حد بيقول كلمه وحشه على الشيف ادري بجد. لا حتى لا في حياتي ولا بعد ما ربنا يبارك فيه. اخلاق يعني كان بيساعد اي حد، بيقف مع اي حد، بيعلم اي حد حاجه. ده صحيح، ما بيبخلش على اي حد المعلومه بصراحه يعني. ربنا يجعله في ميزان حسناته. وبحيي حضرتك اللي انت عملت، انت مقصور والله وجدع اللي انت عملت حلقه زي كده بجد يعني. ربنا يبارك فيك. كل شيفات مصر بتتفرج عليها ومبسوطين من الحلقه ومن حضرتك ومن اسره البرنامج. وبنمسي على الاستاذه مره ثانيه والشيفنا الجميل احمد. اهلا وسهلا حضرتك. ربنا يبارك فيك. دي اقل حاجه طبعا شيف احمد. انا طلعت قبل كده مع حلقه مع حضرتك. ايوه فاكرك الشيف الشيف احمد عاشور. فاكرك محترمه جدا شكرا. ربنا يبارك في حضرتك. ان شاء الله تشرفنا تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيك. طبعا دي اقل حاجه يا شيف احمد، اقل حاجه طبعا بنقدمها للشيف ادري، وربنا يغفر له تاني وتالت ورابع ويجعله من اهل الجنه. نروح نشوف الشيف احمد ونرجع لبسنت تاني. ان شاء الله. حبيبي تسلم. ربنا يبارك فيك. الف شكر. تسلم تسلم. وصلت لايه يا شيف؟ انا هنا قلبت كل كده المقادير مع بعض تمام، ما عدا السميد. السميد بيتضاف اخر حاجه، وفي نقطه دي اصعب حته في البسبوسه اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنزل بالسميد كله. اصعب حته في البسبوسه. هنقول ليه دلوقتي. اول حاجه هنزل بكميه السميد كلها تمام. الحته بقى المهمه هنا اللي انا ما بقلبش السميد كتير علشان ما يشدش معايا عرق تمام. هنا دي الحته المهمه اللي بالنسبه لي بتنشف، مني بتنشف وبتجلد وما بتستقبلش شربات. صح. يعني لو ضفت عليها شربات ما بتشربش شربات. ده عشان ايه بقى؟ علشان شدت عرق، يعني جلدت بمعنى صح. شدت بالظبط كده. بالظبط عرق. صح كده. فهنا بقلب بالراحه. بس انت عارفه الحته دي صح؟ طبعا انت متعلمه كل الحلويات من بابا بقى اكيد. ماما بتعرف تعمل حلويات ولا لا؟ لا بتعرف. بتعرف. هي كانت متعلمه ولا اتعلمت من الشيف ادري؟ لا بابا علمها. يا سلام. حاجات صغيره كده يعني. بابا ما كانش بيعمل حاجات كتير في البيت كمان بحكم ان هو كان بيعمل بره. ما كانش بيعمل حاجات كتير. كانت كل حاجه بقى جاهزه بقى كده. لا بيعمل لنا ويجيب لنا بس مش بيعمل في البيت. يعني. لكن ما بيجيش من بره طبعا، بيجيب من بره وهو موجود. ربنا يبارك فيك. اهم شيء بس كده. في ناس بقى بتقول ناشفه وبتضيف لبن وميه. أيوة. وكده. لا ده الصح بتاعها. هي المفروض تكون رمل كده. خرجنا كده شوف رمل كده. يكون رمل كده تمام. تمام. عندي طبعا الصينيه تمام. مدونة صينيه. اتفضل. طيب تمام. قصه حلواني العربي انت فاكره بقى و... ايه 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 لقب حلواني العربي؟ بابا كان في مدينه هناك في فندق كرام بلازا، كان شغال في الوقت ده، كان بيجي له شيفات كتير من هنا من مصر في قنوات كتير، في يعني القنوات الفضائيه كتير، فكان بيروحوا له زياره هناك. مره كان في مدير البرامج كان زياره عنده واتكلم معاه، قال له انا عايزك تيجي تقدم برنامج في مصر على قناه الحياه، وقعدوا يتكلموا في يعني. دي كانت اول بدايه. دي كانت البدايه. نزل مصر وقدم برنامج، قدم حلقه مع شيف يسري. برنامج تحياتنا للشيف يسري. بعد كده لما رجع بقى تاني اتكلموا مع بعض وعرفوا ان هو سافر بلاد كتير، فلما نزل مصر قالوا خلاص انت هتقدم برنامج اسمه حلواني العرب. حلواني العرب اتاخدت من اسم الدول العربيه. هو سافر بلاد كتير اشتغل فيها حلواني والناس كتير بتحبه يعني. العرب حبوه في الحلويات. وكل الدول اللي سافرها واشتغل فيها دول عربيه كلها. كانت دول عربيه. ناخد فاصل ونرجع تاني. شفنا ناخد فاصل. اتفضل. فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل. وفي مطبخنا هنتعلم اكلات. ورجعنا لكم بعد الفاصل معاكم نواصل، ونقول بقى ايه مع روح الشيف ادري. نواصل هنسيب بسنت ونرجع نكمل معاه قصه حلواني العرب بعد ما نشوف
الشيف احمد عمل ايه في بسبوسه الحلواني العربي؟ انا هنا بميه او لبن بنعم الوش بس خفيف كده. ده بقى الاضافه بقى اللي بتقول مرمله اللي بتقول لا هنا النقطه عشان الوش يحمر بس. تمام ودي بتاخر في السوى شويه في الوش. لا الفكره اول حاجه لازم بسبوسه قبل ما تاخد الوش تستوي من تحت الاول. تمام. يعني هي ممكن لو الفرن شغال شوايه بس تاخد وش لكن من تحت نيه. تمام هتبقى مفروله. اهم حاجه لازم تستوي من تحت واشغل الشوايه تاخد الوش بتاعها. يعني اسوي من تحت الاول بالظبط كده. تمام وبعد كده اشغل الشوايه تاخد الوش الاحمر بتاعها. تمام طبعا الجرناشه ديكور بقى زي ما نحب. جوز طيب وانت بتتكلم كده بقى عايز ايه اسالك سؤال مهم بيلح عليا بس مستني ايه فضل. انت بتظبط البسبوسه تمام اسالك عن معامله الشيف قادري. انا شايفك من زمان من اول ما ظهر الشيف قادري وانت معاه ما حصلش مره اختلاف ما حصلش مره ما سبتوش لا فعلا ما حصلش اي يعني عايز افهم القصه ما حصلش اي ولا اي اختلاف من ساعه ما عرفته حقيقي لحد ما توفى الله يرحمه ما حصلش بينا ولا اي مشكله ولا اي حاجه. بالعكس هو قبل كل ما يروح اي قناه كان بيتفق معايا الاول قبل ما يتكلم مع القناه فهمني سبحان الله يعني كان بيقعد يعني يناقشك كمان يناقشني في القناه يقول لي مثلا عندنا عروض في الحته كذا كذا ايه رايك انا شايف هنا وكان بياخد بوجهه نظري سبحان رغم يعني صغر سني وطبعا الخبرات اللي هو متفوق عني فيها كان في حاجات بياخدني فيها فعلا صح فعلا هو بيتقبل النصيحه من اي حد صغير كان بياخد راي في حاجات كتير فعلا رغم فرق الخبرات والحاجات زي كده بس كان بياخد راي يعني يقول لي ايه رايك مثلا في القناه دي والقناه دي انت شايف ايه رايك اقول له لا والله هنا نبقى احسن كده طبعا انت جايب لنا صور طبعا يا جماعه يعني نبدا بقى نعرض كده نفكر صور بصور الشيف دي قادري. الصوره دي اول شغل اتقابلت فيه مع الشيف قادري لا لو المخرج يراجع مع يراجع الصوره اللي فاتت معلش بس تمام كان اول اي الصوره دي ده كان اول شغل اتقابل فيه مع الشيف قادري ده كان اول مره اتقابل فيها مع الشيف قادري ده كانت قناه ايه لا ده كنا في ايفنت بره مش قناه كنا ايفنت مع احد الشركات ده كان اول تعامل بيني وبين الشيف قادري كنت اول مره اتعرف عليه فيها تمام قلبوني يا جماعه بقيه الصور كده للشيف قادري نحيي ذكرى الشيف قادري يعني من ما شاء الله وده برده في احد الايفنتات تمام ده الشيف قادري وهو في الفندق ده هنا في مصر ولا بره مصر ده هنا في مصر دي كانت اول حلقه بابا يعملها في قناه الحياه اول حلقه تمام الشيف قادري في قناه الحياه انا كان برده مع دكتور عمرو اللي تمام ودي في الفندق برده في السعوديه في المدينه ده في السعوديه دي كانت اول حلقه ما شاء الله في صور تانية دي ذكريات بقى ده سنتي والشيف قادري ما شاء الله من اجمل الصور اللي انا اتعلق على طول بتفرج عليها هو كان بيحبها كمان قوي ده في السعوديه صح في مصر ده كنت بعمل اعلان لبخره وهو كان موجود معايا في السعوديه هي دي انا بحبها قوي كمان بخره سبحان الله الشبه ده يا جماعه الشيف قادري لما كان عمل معانا برنامج في قناه الصحه وجمال ومعانا مدير البرامج بقناه الصحه وجمال الاستاذ الحبيب الغالي طبعا استاذ جمال عبد العظيم وهنا معانا في الصوره ديت الشيف هلال عيسى ونصر الشاهد وهنا حبيبنا المتالق دائما معد برامجنا الجميل الاستاذ محمد الشاهد دي كان اول بقى برنامج اول برنامج اول حلقه في البرنامج ده كله طبعا كل القنوات اللي كان بيتحرك فيها الشيف قادري كانت باسم حلواني العرب يعني بس اول حاجه جه فيها الحياه كانت سفره دايمه يعني هو له برامج سفره دايمه بعد كده بقت كلها حلواني العرب كلها حلواني العرب اي مكان بينتقل بيه خلاص هو برنامج كل القنوات حلواني العرب تمام شكرا للاعداد الجميل اللي جمع لنا الصور ديت وشكرا على المجهود الرائع وذكرى الشيف قادري هنا خلصنا بسبوسه تسلم شيف انت اتكلمت بقى عن شغلك معاه في القنوات بره القنوات كان حياه الشيف قادري ايه معاك؟ كعلاقه ابن واب حقيقي كعلاقه انا شايف ابن يعني واب يعني في وقت وفاه الشيف قادري انا شايف ان اتاثرت جدا فعلا الموضوع ده اثر فيا يعني كانت واقعه بالنسبه لي ان الموضوع ما كانش متهيأ له كنا متكلمين قبلها بالليل يعني احنا كنا شغالين في احد الاماكن فانا كنت شغال بالليل وهو كان بيجي الصبح هو كان ماسك المدير بتاع المكان فانا كنت شغال شيفتي بالليل فقبل الوفاه بيومين انا المفروض بروح الصبح وهو بيجي الصبح يستلم الساعه 8
فلقيته عايز يقعد معايا من غير سبب. بيبص لي كده بيقول لي انت ماشي؟ بقول له اه. فبص لي كده قلت له عايز؟ قال لي لا كنت عايز اقعد معاك بس خلاص روح انت ما نمتش فنبقى نقعد مع بعض تاني. فلما روحت كلمني اخر مره صح؟ دي قبلها بيومين. لما روحت كلمني، كلمني على الواتس قال لي بطمن عليك انك روحت، نام بقى وريح. قال لي اما تصحى كل علاقه شيف ومساعد لا. هو بيشتغل لا 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 بس انت فعلا سبحان الله يعني عارفه كمان بيطول عليك كان يطمن عليك كمان لما يشوف وصل البيت ولا لا فعلا فعلا الشيف ادري انا كنت بقعد معاه اكتر ما بقعد في البيت يعني كنا بنقعد مع بعض في الشغل اكتر من بقعد في البيت عليه رحمه الله الله يرحمه يا رب وانا سعيد جدا اني انا اسعد يا شيف من ريحه الشيف ادري ربنا يخليك مقادير البسبوسه تاني نقول مقادير البسبوسه تاني ونروح نتكلم يا جماعه احنا واقفين الاتصالات شويه بس يعني مش عايزين برضو نزعل المشاهدين لو في اتصالات نحاول ناخد اتصال وشويه ناخد اتصال وشويه اه ما انا يعني شايف بيقولوا لي اتصالات اتصالات فاحنا موقفين شويه بس عشان نقدر ناخد اكبر قدر عن حياه الشيف ادري اتفضل قول لنا مقادير مقادير البسبوسه تاني عندي نقول الشربات الاول بتاع البسبوسه طب ماشي براحتك ماشي عندي 250 جرام سكر كوبايه وربع تمام 250 ملي ميه كوبايه 50 جرام عسل جلوكوز معلقه كبيره وعندي 2 جرام فانيليا ربع معلقه صغيره و2 جرام ملح ليمون ربع معلقه صغيره تمام ده الشربات بتاعه اه طبعا سهل جدا اول حاجه اه بس اهم حاجه ما نقلبش فيه عشان ما يسكرش يعني النقطه المهمه ما اقلبش فيه عشان ما يسكرش طيب استاذنك ناخد اتصال اتفضل بس مش انا اللي هقول الو ايه مخلي بسنت تقول الو الو قولي الو يا بسنت الو نعلي صوتك شويه الو كده تمام الو الو ايوه بصي ماما حبيبتي يا ماما سامعاني سامعاكي يا حبيبتي ربنا يخليك يا حبيبتي منوره يا حبيبتي والله انت اللي منوراني والله ومنوره حياتي يا ماما كلها ربنا يخليكي ليا يا رب ربنا يخليك يبارك لي في صحتك ان شاء الله وانا بشكر طبعا الشيخ رائد على اللفه الحلوه طبعا ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي اتفضلي معايا وبشكر احمد طبعا وهو ربنا يخليك اخ ليكوا يعني اكيد محتاج شكر طبعا انا ربنا يخليك يا رب احمد ابن دينا طبعا رابع ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك فيك وانا سعيد جدا بتواصلكم معايا ودي حاجه بسيطه بنقدمها للشيف ادري كان اب فاضل وكان اخ اكبر وكان بيدعمنا كلنا وزميل لينا في المهنه وفي السوشيال ميديا عايزك بقى يعني اخد منك كلمتين ثلاثه عن حياه الشيف ادري معاك والله أدري يعني أنا طبعاً مش أدري يعني مش عارفة أقول إيه يعني هو يعني كان زوج طبعاً يعني أنا مش عارفة الله يرحمه إنسان طيب طبعاً وخلوق جداً ويعني كان أب برضو حنين كان أب حنين وطبعاً كان بيحب شغله جداً يمكن من كل الناس اللي متقربة منه تعرف ده كان أدري بيحب شغله جداً يعني الله يرحمه طيب هل احنا طبعا على المستوى المهني كلنا يعني اتشهر بينا الشيف ادري بالاخلاق والاحترام والادب بس انا عايز برضو يعني ايه اسال حضرتك هل هي المعامله دي كانت جوه البيت ولا كان الشيف ادري بيختلف بره البيت ولا ايه النظام ولا لا ادري كان حنين بطبعه يعني هو كان حنين جدا بطبعه يعني حتى لما كان بيزعل حد كان بيرجع يرضيه هو يعني هو كان حنين جدا الله يرحمه ربنا يرحمه يا ربنا يرحمه ربنا ربنا يرحمه ويصبرنا على فراقه ويغفر له ان شاء الله يلا خير ربنا يغفر له شكرا لحضرتك وربنا يبارك طبعا في حضرتك وفي اولاده وفي الاستاذه بسنت اللي منورانا وان شاء الله تبقى اعلاميه كبيره قد الدنيا وايه رايك بقى انا بطلبها منك كده على الهوا تكون مذيعه معانا في البرنامج ده شرف ليا يا رب اتمنى والله اتمنى ربنا يا رب يوفقها وربنا يكتب لها الخير دايما يا رب يخليكي ليا يا ماما يا رب وبشكر حضرتك طبعا جدا ربنا يبارك في حضرتك وبشكر كل الناس يعني ربنا يخليكي على الذكرى الحلوه دي وعلى اللفته الجميله منكم شكرا ليكي ربنا يبارك في حضرتك شكرا طيب قبل ما نقفل بقى تقولي ايه لماما بقى ربنا يخليها ليا ويبارك لي في صحتها يا رب ويبارك لي في عمرها كله ان شاء الله تفضل معايا دايما يا رب ان شاء الله مع بعض دايما في الخير وربنا يبارك لك فيها وربنا يبارك لك في بسنت وان شاء الله يعني ربنا يجمعكم على خير باذن الله
تمام. نرجع للبسبوسه، نعيدها تاني. مقادير بسبوسه حلواني العرب، احنا بنعيد يا جماعه وبنكرر. انت اسمك بسبوسه؟ هو كان دايما يقول لي انت بسبوستي. عشان كده اخترته في الحلقه نعمل بسبوسه. لا دي كمان انا ليه ذكرى مع البسبوسه دي، دي اول حاجه. ذكرياتك مع الشيف قادري. اول حاجه اتعلمتها تحت ايده البسبوسه. اول حاجه اتعلمتها من 4 سنين، دي اول حاجه دخلت عليه علمها لي البسبوسه. البسبوسه. اه. تمام. فعشان كده اصريت اللي انا اعملها، دي اول حاجه اتعلمتها. يعني انت ما اخترتش البسبوسه كده من فراغ، ان ليها ذكرى معاك. ليها ذكرى. دي اول حاجه انا فاكر اتعلمتها من تحت ايده بالورقه والقلم كده، اللي اول حاجه بسبوسه. طيب انت تقدر تقول لنا تقريبا، طبعا عشان ما احرقش المفاجاه، طبعا تقريبا كده الشيف قادري عنده كم وصفه حلويات؟ كتير. الشيف قادري كان في حاجه مثلا البسبوسه، ايه قلنا مقاديرها الاساس، ممكن يطلع من الوصفه دي 4-5 وصفات من البسبوسه. من البسبوسه، يعني ممكن نعمل بسبوسه شوكولاته، بسبوسه كراميل، بسبوسه بالمانجا، بسبوسه بالتوفي، اي حاجه. اه تمام. طب يعني كان يعمل الاساس الاول ويطلع منه تاني اللي حابب ده، ودي حاجه جديده برضه. تمام. نقول بقى مقادير البسبوسه للساده المشاهدين. 500 جرام من السميد، تقريبا 3 كوبايات، نص كوبايه سمنه، 100 جرام، 250 جرام سكر، كوبايه وربع، 100 مل عسل جلوكوز معلقه كبيره، 50 جرام جوز هند ربع كوبايه، 150 مل لبن كوبايه الا ربع. تمام. تمام. طبعا تسلم يا شيف الجميل. طبعا بعد ما تستوي بتطلع معانا بالشكل ده كده. تمام. طيب ده كده بعد ما استوت، انت مجهز عشان الوقت ده قبل وده بعد ده كده. ده قبل نفس الطريقه. نفس الطريقه. احمد مختار الشكل كمان. اختار الشكل بتاع الشيف قادري بالظبط. فعلا الشيف قادري كان بيعمل نفس الشكل. تمام. تسلم ايدك يا شيفنا الجميل. احنا وصلنا لحد قصه حلواني العرب. حلواني العرب. انا شاكر ليك طبعا. احنا كلامنا عن الشيف قادري لسه يعني مش هيخلص. مش هيخلص، ولكن يعني دي حاجه بسيطه قدمناها عن حياه الشيف قادري. وطبعا عايزك بقى قبل ما نختم، احنا فاضلين لنا 5 دقايق، نقول المفاجاه بتاعتنا للساده المشاهدين اللي محضرينه عشان نحيي ذكرى الشيف قادري، مش يوم واحد او حلقه واحده، مدى الحياه بعد يفضل كده يفضل معانا على طول في اي وقت. يفضل معانا على طول. بس قبل ما نقول المفاجاه وتقولي للساده المشاهدين المفاجاه، اطلب منك تقول لي مقادير الدانوتس او البلح الشام اللي معاك. انت جاهز؟ الاثنين جاهزين. نبدا البلح الشام. نقول مقادير بلح الشام. 250 مل ميه تقريبا كوبايه، 25 جرام زيت معلقه كبيره، 250 جرام دقيق ربع كيلو، 4 عدد بيض، 2 جرام فانيليا، 10 جرام سكر معلقه كبيره، 5 جرام ملح ربع معلقه صغيره. الطريقه بتاعته اول حاجه نعيد تاني المقادير. نعيد المقادير تاني واحده واحده كده. 250 مل ميه كوبايه، 25 مل زيت معلقه كبيره، 250 جرام دقيق ربع كيلو، 4 عدد بيض، 2 جرام فانيليا ربع معلقه صغيره، 10 جرام سكر معلقه كبيره، 5 جرام ملح ربع معلقه صغيره. تمام. قبل بقى ما نروح لطريقه البلح الشام، نعرف بسنت بقى محضره لنا ايه بقى المفاجاه بقى الجميله اللي المشاهدين تقريبا كلهم مستنيينها. طيب هي المفاجاه ان شاء الله نعلي الصوت بقى شويه. المفاجاه ان قريب هينزل باسم بابا حلواني العرب من اعدادي كتاب، وبترتيب وتنظيم شيف رائد وشيف احمد، كتاب باسم حلواني العرب ان شاء الله هيبقى موجود في السوق، وكمان هيبقى موجود على اي موبايل، ينزل على كابلكيشن ينزل على الموبايل، بحيث ان اي حد مش هيقرا مثلا اي بنوته اي مدام اي حد بيطبخ يبقى معاه الموبايل، هينزل الابلكيشن وكل وصفات بابا تبقى موجوده فيه ان شاء الله. ومعدنا الجميل محمد الشاهد حجز اول نسخه. اوكي. حجز اول نسخه محمد الشاهد ده حبيبنا. يا جماعه ان شاء الله الاستاذه بسنت اعلنت عن مفاجاه جميله. طبعا احنا بنجمع انا والشيف احمد كتاب، طبعا هيكون فيه السيره الذاتيه للشيف قادري حلواني العرب، نشاته وبدايته وتعلمه وانتقالاته كقصه حياه كده بسيطه يعني بنجمعها. فطبعا بنستعين بها مع بنته بسنت، وطبعا الكتاب من اعداد بسنت وجمع وترتيب الشيف احمد والشيف رائد. وان شاء الله ان حتى ربنا يبارك في العلم، يبقى من بركه العلم ننسبه لاهله، فهيكون ان شاء الله باسم حلواني العرب وباسم الشيف قادري، ولكن بجمع وترتيب الشيف رائد والشيف احمد واعداد بسنت قادري.
ان شاء الله باذن الله. نقول كده معانا وقت طيب نقول المقادير بلح الشام ولا ايه؟ طيب ماشي نقول مقادير طريقه نقول لا نقول بقى بلح الشام الطريقه بلح الشام بسرعه. اول حاجه ناجلها بقى ايه خلاص ماشي نقول مقادير. اول حاجه هاخد الميه مع السكر والزيت والملح على النار تمام تمام. اول ما يغلي هنزل بالدقيق دقيق مره واحده واقلب بمعلقه خشب لحد ما تكون عجينه واحده متماسكه تمام. بعد كده باخد العجينه ببردها لما في العجان او لو عندوش عجان على الرخام عادي اول ما تبرد. بعد كده انزل بالبيض بيضه بيضه تمام. اول ما انزل ببيضه اول ما العجينه تشرب انزل بالثانيه. بعد كده ليه بقى في عجينه بتاخد من اربعه وفي عجينه بتاخد خمسه؟ اعرف ازاي العجينه اول ما بتشرب. حلوه النقطه دي. العجينه اول ما بتشرب بيض بتكون عامله زي الاستيك كده فادجي تمام كده هي خلاص البيض بتاعها تمام. اول ما العجينه ما تكونش متماسكه معايا كده بتعرف ان هي عايزه بيض تاني تمام اللي هي هنا المطه اللي فيها بالزبط. دي او العرق اللي فيها ده بالظبط. البيض الكتير والبيض القليل بيفرق في بلح الشام. يعني البيض الكتير بيخلي بلح الشام كبير, البيض القليل او المظبوط بيخليه الحجم ده الوسط ظبطته بالظبط كده ظبطته نفس المقادير بالظبط كده تمام. اول ما العجينه تشرب البيض معايا بقطعها بالبله مقاس 16 تمام في زيت سخن زيت بارد زيت بارد زيت بارد. اول حاجه الزيت يكون بره النار اقطعه. بعد كده ابتدي ارفعه على النار. يعني ما بنزلش ببلح الشام والزيت سخن؟ لا ليه؟ علشان ما يتسويش من بره وجوه يبقى ني, خاصه هو في بيض فلازم يستوي صح. بالظبط كده. اول ما يبتدي يقوم بعد كده معايا ابدا اعلي النار واحده واحده. يعني هو الاول بيكون تحت بعد ما بيحس بالنار الزيت بيعلى معايا بعد كده بيبتدي يحمر ويمفش تمام. بعد كده بفضل اقلبه ايديا فيه وبعد كده ارفعه على الشربات التقيل البارد. نقول مقاديره؟ نقول مقاديره تمام. شربات البلح الشام 500 جرام سكر, كوبايتين ميه تمام, 50 ملي عسل جلوكوز, ربع معلقه صغيره فانيليا, و2 جرام ملح ليمون تمام. تمام ده الشربات ده بيمشي مع المقالي كلها, بسبوسه زلابيا بلح الشام صوابع زينب بيمشي مع الجلاش البقلاوه تمام تمام تمام. الوقت انتهى بسرعه وانا ما كنتش متخيل ان الوقت هيمر كده. ما اتكلمناش عن الدنس, ما اتكلمناش عن حاجات كتير عندي عن حاجات كتيره, ولكن ان شاء الله اوعديني تحضري معانا حلقه ثانيه ونكمل الرحله ان شاء الله. وطبعا اللي ما قلناهوش باستفاضه طبعا يا جماعه عن الشيف ادري حلواني العرب, انتظروه فعلا على الابليكيشن وانتظروه في الكتاب عن حياه الشيف ادري. احنا كنا مقترحين ان احنا نعمل ابليكيشن بس ده الاسرع وده الاسهل وده المتوافر بين الناس, ولكن انا والشيف احمد وبسنت قلنا لازم نضيف نكمل حاجة المسيره تانية ونكمل حتى الكتاب يكون في ايه في المكتبات ويطبع ويبقى له حقوق طبع وكده وحفظ ملكيه. وان شاء الله يعني باذن الله باذن الله اول ما نبدا نطبع الكتاب هنعلن عنه ونجيبه ونوزعه ان شاء الله. ولسه انتظروا عن حياه الشيف ادري الكتير معانا. بشكر بسنت ادري نورتيني, المذيعه المنتظره الاعلاميه الكبيره المنتظره ان شاء الله تكوني معانا باذن الله. بشكر المساعد الجميل بشكرك احمد حبيبي نورتيني. كنت مبسوط ان انا معاك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا شيف. وان شاء الله انت حملت الرايه وان شاء الله تكمل باذن الله يا رب. لا اقدر ان شاء الله معانا ان شاء الله باسم حلوان العرب باذن الله. رب بس اودرني على الاسم الكبير ده, ان الشيف ادري من الشيفات الكبيره فعلا, يعني اسمه تقيل على اي حد. فربنا يقدرني يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك فيك وبشكركم تاني وثالث ورابع, وتحياتي لاهل الشيف ادري وربنا يا رب يغفر له ويرحمه. ده يعني قدمنا حاجه قليله للشيف ادري وان شاء الله حلقاتنا تتكرر عن الشيف ادري. بقول لكل الساده المشاهدين انتظرونا في حلقات جايه كتير بساعة شهية وعن حلواني العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.